أهلا بكم من جديد. على الرغم من أجواء التشاؤم التي رافقت جولة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل وأتلتها بشأن إحياء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، فوجئ المراقبون اليوم بإعلان البيت الأبيض عن قمة ثلاثية تعقد الثلاثاء في نيويورك بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. الرئيس الفلسطيني استمر في التأكيد حتى مساء أمس وبعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك والملك الأردني عبد الله الثاني أنه لن يلتقي نتنياهو ما دام الأخير مصرا على عدم وقف بناء المستوطنات في الضفة والقدس. إذن فما الذي استجد حتى غير البيت الأبيض موقفه ودعا إلى عقد القمة الثلاثية على الرغم من أن المندوبة الأمريكية إلى الأمم المتحدة كانت قد استبعدت في ختام جولة ميتشل انعقاد هذه القمة؟ ولماذا غيرت القيادة الفلسطينية خلال الساعات القليلة الماضية موقفها وقررت المشاركة في هذه القمة أيضا؟ ولماذا جاءت ردة فعل حماس على لسان رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية بهذه الحدة على مشاركة أبو مازن في هذه القمة؟ فشل ميتشل؟ لم يفشل ميتشل، وبين الفشل واللا فشل مسافة من الحسابات المعلنة والأوراق المبعثرة لأطراف عملية السلام. فبعد تضارب الأنباء استمر عدة أسابيع حول عقد قمة ثلاثية بين أوباما وعباس ونتنياهو ينتظر أن تشكل منصة انطلاق جديدة لإحياء المفاوضات المتوقفة، يحسم محمود عباس أبو مازن أمر مشاركته في القمة بعد نفي ونفي للنفي استمر بسبب ما تعتبره القيادة الفلسطينية شوكة التوسع الاستيطاني. المستوطنات، الملف القديم الجديد الذي يشكل حجر الزاوية في تباين المواقف بين الإسرائيليين والشركاء المفترضين في عملية السلام. الحسابات الفلسطينية تبدو بهذا الإعلان أكثر قربا من براغماتية يأملها الرئيس الأمريكي باراك أوباما وإدارته التي تسعى إلى تحريك المياه الراكدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ولو بإلقاء حجر ميتشل في مياه راكدة منذ سنوات. وفلسطينيا أيضا يبدو أبو مازن بإعلانه المشاركة بعد رفض بمثابة الهدية التي تقدمها القيادة الفلسطينية إلى أوباما على الأقل لدعم الزخم الأمريكي باتجاه المنطقة. أمريكيا أعلن البيت الأبيض مرارا أن الأمر يحتاج إلى الكثير من الصبر وبأن قمة محتملة باتت وشيكة بين خصمين عنيدين برعاية يسعى الفلسطينيون على الأقل في هذه المرحلة إلى عدم إغضابها. وفي الحدود الدنيا كسب نقطة لصالح الفلسطينيين تتمثل في تقديم برهان الرغبة في الحديث مع الإسرائيليين حتى وإن كانت نقاط التباين معهم أكثر من نقاط الاتفاق. ولكن ماذا تعني مشاركة أبو مازن في قمة كهذه على الرغم من رفض نتنياهو تجميده تجميدا كاملا ومصادقته على بناء وحدات جديدة؟ الهادي الحناشي، العربية. الفلسطينيون غيروا موقفهم وقالوا سنحضر القمة، الأمريكيون غيروا موقفهم ودعوا إلى هذه القمة. الأسئلة وراء هذه المواقف أطرحها على ضيوفي الكرام. معي من رام الله السيد بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن واشنطن الدكتور زياد عسلي رئيس فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين، ومن القاهرة الدكتور مصطفى علوي عضو مجلس الشورى المصري. لكل ضيوفي التحية والتقدير، وأبدأ من رام الله مع السيد بسام الصالحي. السيد بسام، الموقف الفلسطيني كان هكذا، في البداية رفض ثم تحفظ ثم إعلان مشاركة بشكل كبير. نحن نسأل، هل ذلك التغير هو دليل أن في الأفق شيء إيجابي أم أنه يحض على التشاؤم، بمعنى أن اللقاء سيكون فقط يعني روتيني فقط يعني؟ نعم، مساء الخير. واضح تماما بأنه هذا اللقاء يأتي رغما عن رغبة الطرف الفلسطيني، وهو يأتي دون تحقيق المكاسب التي كان ينتظر أن تتحقق في ظل على الأقل المسعى الأمريكي من أجل وقف الاستيطان. التبرير لذلك الذي طرح هو أن هذا اللقاء لن يتبعه استئناف للمفاوضات، وأنه سيقتصر على تجديد إبراز القضايا المختلف عليها واستمرار جهود ميتشل من أجل حل نفس القضايا التي كان يسعى إليها. هذا هو التبرير المقدم
من قبل الإدارة الأمريكية، وبناء عليه يبدو أن الرئيس أبو مازن اتخذ قراره بهذا الشأن، رغم أن هذا القرار في الواقع لا يعكس إجماعا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولا على المستوى العام. بالعكس، كان من الأفضل، وهذا موقف يعني طرح في القيادة الفلسطينية، أن لا نشارك في اجتماع كهذا، خاصة وأنه سيبدو كهدية ومكافأة لنتنياهو على تمسكه برفض وقف الاستيطان، وأيضا قد يحمل معه مخاطر أن إذا كانت هذه هي بداية العملية التفاوضية فمؤشر النهاية سيكون سلبي جدا. وبالتالي نحن لا يوجد لدينا كفلسطينيين شيء كثير نقدمه من أجل السيد أوباما ومن أجل الإدارة الأمريكية. نحن نحتاج مقابل التعنت الإسرائيلي الذي ملموس تماما أن تتخذ هذه الإدارة مواقف جادة تسمح بالضغط على إسرائيل أولا، ولا تتوجه إلى الفلسطينيين أو العرب من أجل يعني تعزيز مكانة أوباما في ظل بعض المشاكل التي تعانيها هذه الإدارة الجديدة. طيب دكتور زياد، يعني وجهة نظر السيد بسام صالحي كالتالي، هي ورقة الضغوط إذن اللقاء يأتي على غير رغبة الفلسطينيين، هو مكافأة لنتنياهو، ولكن هل الأمر في الأجندة الأمريكية هكذا؟ يعني هل فقط يمكن أن يكون في الأجندة الأمريكية أوباما يريد عقد هذه القمة فقط لهذه الأغراض، أم أن ربما يكون في الأفق شيء؟ أولا كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. أعتقد أن القضية أكثر تعقيدا مما ورد قبل قليل. لابد أن يكون هذا الاجتماع نتيجة لبعض التغييرات التي حصلت في آخر 24 أو 48 ساعة، وكان إليها نوع من المؤشرات هنا في واشنطن. طبعا أثبتت بالواقع الإدارة الفلسطينية عن جرأتها في التحدي وعدم القبول بأن تدخل في مفاوضات إذا استمرت عملية الاستيطان، وهذا شيء استشبثوا به حتى آخر لحظة. ومن الواضح أن هنالك تغيير ما دعا الإدارة الأمريكية لدعوة طرفين إلى الحضور لهذا المؤتمر، وأن يكون هذا نوع من الفوتو أب فقط. طبعا الفوتو أب هو جزء مهم ويدل على الاهتمام الذي يعطيه رئيس أمريكا لهذه القضية وعدم تراجعه عن الاستمرار في دعم حل الدولتين. ومن ناحية أخرى هنالك طبعا قضية أن التنازلات التي قد يطرحها الطرف الآخر بخصوص المستوطنات قد يكون من الأفضل أن تطرح مباشرة للرئيس الأمريكي، لأن نتنياهو وإسرائيل يحرصون تماما على عدم الإساءة إلى علاقة إسرائيل مع أمريكا، وهذا شيء أيضا يحرص عليه الرئيس أبو مازن والإدارة الفلسطينية. فالعلاقات الجيدة مع أمريكا هي كرت مهم جدا للطرفين، ولن يضحي أحد الطرفين بهما من إلا إذا كان هنالك ضرورة قصوى. على العموم أعتقد أن هنالك شيء من التقدم يخالف السقف الواطي جدا للتوقعات الذي خلقه الطرفين في آخر أسبوعين. طيب، يعني قمة شراء خواطر من الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي. دكتور مصطفى، كل عام وأنت بخير طبعا، وضيوفي كلهم بخير بمناسبة العيد، ولكن أنا أضع دكتور مصطفى أمامك وجهة النظر أو الرؤية التي طرحها السيد بسام ورؤية الدكتور زياد، يعني رؤية الضغوط التي مورست على الفلسطينيين فتم الحضور، ورؤية أيضا أن خلال 48 ساعة الماضية كان هناك تغيرات، وأن في الأفق ما جعل الأمريكيين يدعون إلى هذه القمة، وأن الكل وافق من أجل شراء خاطر الثاني، يعني المسألة قمة خواطر. هل يمكن أن يكون هذا اللقاء بهذا الشكل يعني؟ أولا كل عام وأنتم بخير. ثانيا أنا أتمنى أن يكون هذا التوقع الذي تفضل به الأخ العزيز المتحدث من واشنطن دكتور زياد. أتمنى أن تكون هناك معلومات جديدة أستاذ زياد، أن تكون هناك معلومات جديدة لا نعلمها نحن هنا. ولكني يعني لا أتصور أنه بعد يوم واحد من إعلام ميتشل فشله الكامل في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل بعد 3 لقاءات مع نتنياهو، أنه يمكن أن يكون هناك تحول جوهري في الموقف الإسرائيلي. أتصور أن الذي أدى إلى عقد هذا الاجتماع هو التزام الإدارة الأمريكية
بل والرئيس الأمريكي نفسه شخصيا من قبل بضرورة عقد اجتماع ثلاثي يضم معه رئيس وزراء إسرائيل ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. صحيح أنه لم يحدث تقدم في مسألة وقف المستوطنات، بل بالعكس استمر الموقف الإسرائيلي كما هو واستمر النشاط الاستيطاني كما هو، ولكن كان أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس اختيار من اثنين كلاهما صعب عليه. الاختيار الأول أن يصر على التمسك بموقفه الذي أعلن عنه مرارا، وربما كان عدد مرات الإعلان عن هذا الموقف يعني في ضوء الموقف الأخير الذي اتخذه بالأمس بقبول الاجتماع مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي وبالذات رئيس الوزراء الإسرائيلي، ربما كان هذا التكرار الكثير أو الكبير في التصريح هو الذي أدى إلى هذه الفجوة الكبيرة بين الموقفين. لكني لا أتصور أن الرئيس الفلسطيني كان بإمكانه أن يتحدى الرغبة الأمريكية بضرورة عقد هذا الاجتماع وأن يعلن عن عدم يعني قبوله للدعوة الأمريكية، لأنه عندئذ النتيجة أو النتيجة البديلة كانت ستكون أخطر بكثير من النتيجة التي يمكن أن تترتب على اللقاء حتى لو لم يحدث فيه اتفاق على وقف الاستيطان. وبالتالي حسابات المكاسب والخسائر في تقديري هي التي أدت بالرئيس الأمريكي أولا إلى عقد هذا الاجتماع أو الدعوة له في وقت يواجه هو فيه صعوبات كبيرة في الداخل في مسألة سياسات التأمين الصحي، ونحن تابعنا الموقف في الشارع وداخل الكونغرس والضغوط من جانب الحزب الجمهوري ومن جانب شركات التأمين الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية. وأذكر هنا أن هذه المسألة مسألة جوهرية في السياسة الداخلية الأمريكية، سبق للرئيس الأسبق بيل كلينتون أن تبنى نفس هذا المشروع تقريبا، وكانت زوجته عندئذ هي المسؤولة عن دفع هذا البرنامج قدما، وفشل الرئيس الأمريكي وفشل زوجته في تمرير هذا المشروع. وبالتالي هناك مشكلة داخلية، الأزمة الاقتصادية لا تزال تحدث أثرها، تصريح رئيس الصندوق النقد الدولي منذ يومين حينما قال أن الأزمة ما زالت قائمة وأنه التعافي لم يبدأ بعد بشكل كامل، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجهها الولايات المتحدة في أفغانستان وفي العراق، تجعل من الضروري ومن الملح على الرئيس الأمريكي أن يدعو لمثل هذا الاجتماع لعله يستطيع أن يخرج منه بنتيجة في يعني إيجابية ولو إلى حد ما تحسن الصورة وشعبيته المنخفضة في الفترة الأخيرة. أما الرئيس محمود عباس أبو مازن فكان محكوما باختيار من اثنين، إما أن يرفض الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي وعندئذ كانت الخسائر ستكون خسائر كبيرة، أو أن يقبلها على أمل أن يحدث قدر ولو من التقدم بسيط كنتيجة لهذا الاجتماع الثلاثي. طيب سيد بسام، إذن لو رفض الرئيس محمود عباس هذه الدعوة كانت الخسائر أكبر، وهنا يقول هل في الإمكان، كان في الإمكان أفضل مما كان، يعني ماذا اللوم على الرئيس محمود عباس بأنه شارك في هذه القمة رغم أن الخيارات المطروحة خيارات صعبة جدا يعني، وإذا حضر ما الذي يمكن أن يخسره؟ لا، هي المشكلة هنا ليست فقط في الحضور أو عدمه، هو الموضوع بدون شك أن هذا خيار صعب على الرئيس أبو مازن، ولذلك يعني كان من الواضح أنه خلال الأيام الأخيرة كان هناك ضغوط ناعمة كبيرة جدا تجري، وكان هناك أيضا مشكلة الموقف بعدم الذهاب إلى قمة كهذه. ولكن المسألة الأخطر هي إذا كانت الإدارة الأمريكية قد فشلت فشلا ذريعا في تحقيق التقدم تجاه الموضوع الرئيسي في وقف الاستيطان، فما هو السيناريو اللاحق الذي يتلو ذلك؟ المشكلة هنا من ناحية المنهج، نحن تعودنا على أن الجانب الإسرائيلي يتلاعب طوال الوقت بالإدارة الأمريكية وبالمجتمع الدولي ويصر على تجزئة كافة القضايا وفي مقدمتها موضوع الاستيطان، وهذه الخديعة التي كانت إدارة أوباما من البداية متنبهة لها لكنها مع الأسف وقعت بها، وبدلا من أن تأخذ موقف حازم إزاء هذا الموضوع وجدناها تبحث عن حلول لطردية الجانب الإسرائيلي، بدأت بمطالبة بتطبيع إضافي، بدأت بالمطالبة بتعزيز الجوانب الأمنية في السلطة الفلسطينية، بدأت بمطالب من الجانب الفلسطيني أن يعني يأتي إلى هذه القمة، ونحن نخشى أن هذه البدايات ستتبعها أيضا عملية ضغوط إزاء العملية التفاوضية ذاتها، وبالتالي نجد أنفسنا أمام
ذات التكرار للمنهج الإسرائيلي التدميري السابق الذي دمر كل العملية السياسية. من هنا يعني في اعتقادي يعني الحل الوسط الذي أراد الرئيس أبو مازن أن يكسبه إلى جانبه هو أنه حتى لو عقدت هذه القمة فهو غير مستعد لاستئناف المفاوضات. هي ليست قمة استئناف المفاوضات. هذا هو الموقف الذي يذهب على أساسه أبو مازن إلى هذه القمة. ولكن نحن أيضا من التجربة نشك في أن الأمور ستقف عند هذه الحدود، بمعنى أنه يؤخذ بهذا الرأي فقط وينتهي الحال. نحن نخشى أن الإدارة الأمريكية استمرارا لهذا المنهج ستبدأ أيضا بمطالبات جديدة في الموضوع التفاوضي وغيره، وبالتالي نجد أنفسنا نتدحرج مرة أخرى لنفس مسار أنابولس السابق، ولكن مع إدارة جديدة ربما يعني مع الأسف أيضا كسرت من أول غزواتها، يعني كما يقال كسرت عصاتها أمام التعنت الإسرائيلي. هذا يحيلنا إلى إذا كان هناك مفاجأة في هذا اللقاء. دكتور زياد، يعني توقع البعض أن يكون هناك مفاجأة في هذا اللقاء الثلاثي، ولكن المفاجأة هل ستكون تخوف من وجهة نظر السيد بسام بأنه تستمر تخفيض سقف المطالب الفلسطينية، أم ستكون مفاجأة إيجابية كما أنت لمحت في إجابتك السابقة بأنه السقف يكون أكثر بعض شيء من التخوفات؟ إذا سمحت دعني أقول أن هذا الصراع ليس له حل عسكري ويجب أن يكون تفاوضي. فهذه الأسبوع القادم هو جزء من مسيرة طويلة للتفاوض الجدي والوصول إلى حل. ولدينا الآن في السيد أوباما والإدارة الأمريكية الحالية أقل الإدارات تعاطفا مع الحل الجدي وبذل رأس المال السياسي من أجل هذا الحل. فيجب أن لا نضيع كل هذه الأشياء بسبب تركيز فقط على قضية القضية الآنية في هذا الأسبوع. ومع ذلك فأعتقد أن الرئيس أوباما يعرف تماما أن له مصلحة شخصية في أن ينجح وأن لا يفشل وأن لا تنكسر عصاته. فهو لن يدعو إلى هذا الاجتماع ويسميه قمة، اجتماع صمت قمة، بدون أن يكون في جيبته نوع من الشيء إما لهذه الفترة الآن أو في الدخول في عملية جدية للتفاوض. وأعتقد أن هذا أصلح ما يمكن أن نفعله الآن، أن لا نقول أن هذا الاجتماع هو اجتماع تفاوضي. فهذا سوف يكسر الفلسطينيين أيضا، ولا نريد أن ينكسر شوكة الرئيس أبو مازن أبدا. فلذلك هذا الاجتماع ليس اجتماع تفاوضي. بالفعل لن يكون هنالك، بكل الدلائل التي نسمعها، لن يكون هنالك تفاوض حقيقي على القضايا العالقة الكبرى في هذا الاجتماع، ولكن سيكون هنالك تفاهم على الدخول والاستمرار في عملية تفاوضية تكون أكثر جدية مما جرى في الماضي، وقد يكون لها عدة أبعاد. حتى في ظل الموقف الإسرائيلي الرافض للمقترح الأمريكي وهو مسألة العام ويبدأ من 6 أشهر إلى 9 أشهر، يعني من الذي يتغير؟ يتغير أوباما أم يتغير الموقف الإسرائيلي؟ لا هو لا أريد أن أطرح ما يمكن أن يكون صح أو خطأ، ولكن طبعا سيكون هنالك نوع من التغير في الموقف الإسرائيلي المطلق من قضية المستوطنات وقضية الفترة التي سوف تحتاج إليها هذه العملية من التجميد، وبدون ذلك لن يكون هناك أي اجتماع حقيقي أو جدي. طيب. أعتقد أن هنالك بعض التغييرات سوف يقوم بها نتنياهو من غير أن يخسر شعبيا وسياسيا في داخل المؤسسة الداعمة له أيضا. فهنا قضية للرؤساء الثلاثة مصلحة لأن لا ينكسروا سياسيا، مع أن هنالك احتمال طبعا للثلاثة أن يخسروا تماما. فهي محاولة التقدم إلى الأمام من غير خسارة سياسية تمنع كل هذه الرؤساء أن يتقدموا في عملية جدية للتفاوض. طيب دكتور مصطفى، يعني ما الذي يمكن أن يكون في أجندة أو في جيب بمصطلح الدكتور زياد أوباما تحديدا من أوراق ضغط أو مفاجآت إيجابية قد يمارسها على الإسرائيليين؟ وهل أيضا وارد في أجندة نتنياهو أن يكون هناك تغير في المواقف التي أعلنت؟ بالنسبة للرئيس أوباما، يعني السقف، أنا لا أتوقع أن يكون لديه سقفا مرتفعا أو حتى يعني سقفا أعلى مما
تم توقعه خلال الأسابيع القليلة الماضية. هو بدأ في خطابه في جامعة القاهرة وقبل ذلك الخطاب أيضا بسقف مرتفع، وأعلن في البيت الأبيض عن التزام بتقديم ورقة عمل أو ورقة خطة أمريكية يمكن أن تمثل أساسا لعملية التفاوض، وقيل بشكل صريح أن هذه الورقة سوف تطرح في شهر سبتمبر، أي هذه الأيام التي يعقد فيها هذه القمة. دعني أقول لك أيضا أنني كنت في زيارة ضمن وفد برلماني إلى الكونغرس الأمريكي في شهر في أواخر شهر يوليو الماضي، وأكد عدد من زعماء الكونغرس أو قيادات اللجان ذات الصلة التي قابلناها أن هذه الورقة سوف تكون جاهزة في موعد أقصاه شهر سبتمبر. كون هذه الورقة لم تظهر إلى الأفق حتى الآن، هذا سبب معروف ومعلوم، هو موقف نتنياهو والموقف الإسرائيلي، ولكن عدم ظهور هذه الورقة ورقة الخطة حتى هذه اللحظة هو دليل على يعني انخفاض قدرة الإدارة الأمريكية، بل والرئيس الأمريكي نفسه شخصيا، عما كان متوقعا عن الآمال التي يعني أطلقتها تصريحاته وخطبه وكلماته في الشهور الأولى عند توليه للحكم. وبالتالي أنا أتصور أن هذا اللقاء، أنا أتفق مع الدكتور في أنه لن يكون لقاء تفاوضيا بالتأكيد، لأنه ليس هناك أي مجال لأن يكون هناك لقاء تفاوضي دون إعداد وبين الرؤساء الثلاثة فقط دون حضور كبار مساعديهم المفاوضين بالأساس، ولكني أتصور أن السقف المعقول لهذا الاجتماع هو أن يخرج الرؤساء الثلاثة ببيان أو بتوافق في مؤتمر صحفي لاستمرار جورج ميتشل المبعوث الأمريكي في جهوده، لأنه بعد الفشل خلال 3 لقاءات في أسبوع واحد وأكثر من 7-8 جولات، يحتاج جورج ميتشل إلى دعم سياسي جديد، إلى إطلاق جديد لجولاته وزياراته للمنطقة وللعملية التي يشرف عليها. وبالتالي أظن أنه يعني الحد الأقصى الذي أتصوره في من مثل هذا الاجتماع أن يصدر يعني إعلان عن توافق في النوايا وفي المواقف بشأن ضرورة إعطاء جورج ميتشل فرصة أيضا أخرى لمزيد من الاتصالات والزيارات حتى يمكن بلورة موقف أفضل في المستقبل يمكن اعتباره بداية حقيقية لعملية تفاوضية فلسطينية إسرائيلية. طيب سيد بسام، موقف حماس اليوم إذا ما حاولنا أن نقرأه نوضحه نفصله نفسره، هل يمكن أن يوضح لنا شيء من هذا اللقاء؟ يعني هل تخوف حماس شيء ما وصلها، عرفت شيء لم نعرفه أم لم يعرفه الآخرون فجعلهم يتخذون هذا الموقف الذي يدين ويرفض ويشجب هكذا لقاء ثلاثي؟ يعني حماس تتعامل مع الموضوع من زاوية الصراع السياسي القائم أكثر منه من بناء على معلومات حول ما سيدور في هذا الاجتماع نفسه، ولذلك هي بطبيعة الحال تدرك أن ذهاب الرئيس أبو مازن إلى اجتماع من هذا القبيل بعد الموقف الذي أعلن من قبل الرئيس نفسه ومن قبل قيادة منظمة التحرير هو تراجع مع الأسف، وبالتالي هي ستستخدم هذا، وهذا يعني كما قلت من البداية يعني أيضا نحن لدينا تحفظات على هذا الاجتماع، ولكن حماس شككت في منظمة التحرير نفسها. ولكن حماس في الواقع يعني تريد أن تستخدم الواقع القائم سياسيا والصعوبات التي يعني لا تحتاج إلى عبقرية كبيرة من أجل أن تدرك أن إسرائيل تريد أن تهزم الشعب الفلسطيني في معركة سياسية في غاية الأهمية والخطورة، وبالتالي بدلا من يعني لن يستطيع أبو مازن لوحده أن يحقق مكاسب، ولن تستطيع حماس أن تحقق مكاسب. الذي يستطيع أن يحقق مكاسب هو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى يمكن التعاطي مع الوقائع التي تفرضها إسرائيل على الأرض، وأيضا من أجل تصليب الموقف الفلسطيني ثم الموقف العربي، لأنه مع الأسف الشديد نحن نذهب إلى هذا الاجتماع أو غيره ونحن منكشفين داخليا، هناك انقسام حاد، هناك تكريس للانقسام بين غزة والضفة الغربية، هناك موقف عربي أيضا يعني ليس في الوضع الأفضل كما هو واضح تماما، وهناك مطالب من العرب ومطالب من الفلسطينيين. وبالتالي أنا كنت أمل أن حماس تمد يدها في هذا الوقت بالذات إلى إنجاح الحوار الوطني، وهذا سيساعدنا جميعا أن فعلا لا يقوم الرئيس أبو مازن في أي تفاوض في ظل استمرار الاستيطان، ونعيد بناء استراتيجية فلسطينية. دعني هنا أقول بكلمة واحدة أنه ليست الاستراتيجية الوحيدة هي المفاوضات، هناك حاجة لأن تكون هناك استراتيجية تقوم على
التوجه لإعلان حدود دولة فلسطينية من طرف واحد وعلى كامل حدود عام 67 وإعادة تغيير قواعد اللعبة. طيب. هذه قواعد اللعبة الجارية حاليا سقفها معروف وهو لن يؤدي إلى أكثر من حدود دولة ذات حدود مؤقتة. طيب. مسخ تريد إسرائيل أن تتحكم بها، وبالتالي يجب تغيير جوهري في الاستراتيجية الفلسطينية. هذا أمر من المهم أن يعاد طرحه في الساحة الفلسطينية. طيب، باقي نقطة صغيرة أطرحها للدكتور زياد، وهي مسألة أوراق الضغط التي يمكن أن يملكها أوباما تحديدا في أن يمارس نوع من الضغط على نتنياهو. نعرف أن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية ليست في صحتها المعتادة، ولكن هل هذا يمهد لأوراق ضغط، وما نوعية هذه الأوراق؟ أولا اسمح لي أقول أنه لم يحصل أن صرحت الإدارة الأمريكية كإدارة بأن لديها موقف أو ورقة ستحضرها للإملاء على أي أحد أو لوضع تصورها للأمور. بالعكس، أعتقد أن الوسيلة التي ستدخل فيها أمريكا بالمفاوضات عندما تحصل المفاوضات ستكون أن تدع الطرفين يفاوضان، وتكون هي جالسة على الطاولة، وبعد ذلك تقدم ما يسمى البريدجينج، أن تجسر الفجوة بين الطرفين. هذا واحد. ثانيا، قضية الأساليب الأخرى. طبعا المفاوضات يجب أن تجري في فترة ما وتحت ظروف ما، لأنه ليس هنالك بديل للمفاوضات، ولكن ليس هذا الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله الفلسطينيين. فهنالك برنامج جديد يطرحه الفلسطينيون بالحكومة الفلسطينية على الأقل، برنامج بناء المؤسسات وتحسين الوضع الداخلي وبناء الدولة حتى تحت الاحتلال بموازاة العمل على المفاوضات. وهذا شيء جدي، وأعتقد أنه يجب أن يكون له نوع من الاهتمام الحقيقي بالأطراف الفلسطينية، لأنني أعرف تماما أن هنالك اهتمام جدي بالأطراف العالمية في هذا الطرح أيضا. دكتور زياد عسلي، رئيس فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين، شكرا جزيلا لك. ومن القاهرة الدكتور مصطفى علوي، عضو مجلس الشورى المصري، شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى. وأيضا الشكر موصول للسيد بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك سيد بسام.